في الخمس سنين اللي فاتوا كان الضحك واحد من الطرق اللي المصريين قاموا بيها اختلاف الأحوال. الضحك ده تابع صعود الثورة وانكسارها، الثورة اللي كان واحد من أسمائها الثورة الضاحكة. لكن حتى وسط فصول النكد لقينا مواقع التواصل الاجتماعي مليانة بمختلف أنواع السخرية. السخرية شملت كل المواقف والبرامج والأشخاص، وفي أوقات كتير كمان الرؤساء والزعماء. لكن هل يمكن أن يتحول الضحك إلى خطر؟ أهلا بكم. جيل الإنترنت الحقيقة ابتكر أدواته لاستهداف كل شيء وكل شخص، لدرجة إن الموضوع تحول زي ما بيقولوا ليه طريقة حياة. بقى في حاجة دلوقتي اسمها القلش الإلكتروني، والقلش الإلكتروني ده الحقيقة طال الجميع، والموضوع أثار انتقادات وتحول لظاهرة دفعت بعض رجال السياسة في أوقات كتير إن هم طالبوا بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى إن السخرية بتهدد الأمن القومي. هل ده صحيح؟ على صفحة ويكيبيديا قعدت أدور لقيت إنه في تعريف للسخرية. تعريف السخرية بيقول إنها طريقة من طرق التعبير بتستعمل فيها ألفاظ بتقلب المعنى إلى عكس ما يقصده المتكلم حقيقة، وهي أيضا النقد والضحك وأحيانا التجريح الهازئ. وغرض الساخر بشكل عام هو النقد أولا والإضحاك ثانيا، ده طبعا من خلال تصوير الإنسان تصويرا مضحكا. طيب بنصور إزاي تصوير مضحك؟ بنحطه في وضع في صورة مضحكة بواسطة التشويه اللي هو الديستورشن، اللي يعني عندما بنستعمل السخرية بيبان فيه جدا. ولكن حينما نستخدم أو نستعمل السخرية بنية عدوانية جدا بنسمي ده التهكم. احنا النهاردة هنتعامل مع السخرية كموضوع جاد جدا، هنحاول نعرف ازاي الضحك بقى أداة أولية من أدوات المعارضة والاستقطاب السياسي، وهي صور السخرية وهي الأسباب النفسية لانتشارها كنمط للأداء السياسي. وهل فعلا الضحك ضد التغيير ولا هو أداة من أدوات الثورة المضادة، لأنه بصراحة بيسهل فرصة التنفيس وبيقلل حدة الغضب السياسي. ووسط ده كله عايزين نعرف ليه الشعب المصري ابن نكتة طوال تاريخه، وإزاي النكتة أداة من أدوات المقاومة والتحايل على سوء الأحوال. وهنسأل الناس، هل المصريين بطلوا ضحك؟ وهل النكتة تراجعت؟ وهل الكتاب الساخرين اللي ظهروا واختفوا كان ظهورهم ليه دلالة، واختفائهم كمان ليه دلالة تانية؟ منذ فجر تاريخ وخفة ظل تجريف دماء المصريين، فالنكتة بالنسبة للمصري ليس فقط شيئا اعتاد عليه في قاموس حياته اليومية، ولكنها كثيرا ما كانت مخرجه الوحيد للتنفس ومواجهة الواقع. فدائما ما يواجه المصري كل اللحظات القاسية في حياته بالنكتة، فلا يوجد شعب في العالم ساخر من نفسه مثل المصريين، وغالبا ما كانت ابتسامته مجرد ضحكة ساخرة، حتى إن ثورته سميت بالثورة الضحكة. وبعد ثورة 25 يناير اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالصفحات الساخرة مع زخم الأحداث السياسية والاقتصادية، وأصبحت هذه المواد ذات شعبية وانتشار واسع مكنها مع مرور الوقت من أن تكون بديلا عن الصحافة الساخرة ورسوم الكاريكاتير. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذه السخرية عندما تزيد عن الحد تتحول إلى كوميديا سوداء تتعدى حدود الأخلاق وأحياناً تمس الأمن القومي، يرى آخرون أنها قوة صحية وسلاح مجاني لأن المصريين في حاجة إليها حتى ولو كانت غير كاملة الحقيقة. الحقيقة ردود الناس اللي احنا شفناها على الشاشة كلها حاسة بقيمة السخرية ودور النكتة. لكن هل ده بيفرق ما بين السخرية وما بين النكتة؟ هل السخرية بتؤدي وظيفة سياسية، أو زي ما قلنا هو يمكن استخدامها ضد الأمن القومي؟ وإيه خبراتنا التاريخية في تعامل أجهزة المخابرات والأمن القومي معه؟ خلينا نشوف شوية معلومات بتقول لنا إيه عن السخرية. في دراسة قريبة تعرضت للسخرية وكانت عن مواقع التواصل الاجتماعي، وده كان في سنة 2016.
الدراسة بتقول إنه المبحوثون بيفضلوا عرض المادة السياسية من خلال عنوان وخلال صورة، لازم يكون في تايتل اند ايمج. 53% من العينة اختاروا ده، اختاروا يشوفوا صورة ويشوفوا عنوان جنب المادة الساخرة. طيب اللغة العامية اكتشفنا ان 57.4% بيفضلوا السخرية باللغة العامية، خاصة عند يعني عرض اي مواد ساخرة عن السياسة بالذات. طيب خلونا نشوف كمان الأفكار السلبية التي بتعرضها المواد الساخرة عن السياسيين اللي هي بتتفوق على الأفكار الإيجابية. بصوا هنلاقي رقم هنا كبير جدا، الرقم 98.5%، يعني تقريبا ما عندناش أي يعني إيجابية في السخرية. طبعا جامعة كولومبيا، جامعة كولومبيا واحدة من أكبر الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، عملت دراسة عن السخرية. بتقول دراسة جامعة كولومبيا إن التهكم والسخرية بتحفز التفكير الإبداعي لدى من يقوم بالتهكم أو حتى من يستمع إلى هذا التحكم. السخرية زي ما بقول لكم هي كانت موجودة الحقيقة على الكثير من المواقع والكثير من الصحف. خلونا نروح إلى الحوار المتمدن ونشوف هم بيقولوا إيه على النكتة السياسية. هم بيقولوا النكتة السياسية ليها أثر خاصة على الثورات الشعبية. هم بيقولوا أنها بتعد ظاهرة إنسانية لم تترك جانبا من جوانب الحياة إلا ولامسته، خصوصا وقت الأزمات كونها بتلامس هموم الناس ومعاناتهم. وبيقولوا أن النكتة بتعبر عن ثقافة أمة ويمكن أنها كمان تحرك أمة بأسرها. طيب خلونا نروح لكاتبنا الكبير الأستاذ عادل حمودة. طبعا الأستاذ عادل حمودة يعني له كتاب شهير عن النكتة السياسية. عادل حمودة بيقول شر الهزيمة ما يضحك، وبيقول إن النكتة هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لقياس مزاج المصريين في غياب الفضائيات ومراكز الأبحاث. وبيقول كمان أن النكت التي أطلقها المصريون لم تخلع حاكما أو تغير نظاما، لكنها كانت تخرج طاقة المعارضة في صدورهم عشان يناموا مستريحين دون أن يشغلهم أي تغيير هم متضايقين منه. طب هل عبد الناصر استفاد من النكت التي قيلت عنه؟ خلينا نعرف ده دلوقتي. طيب عايزين نروح دلوقتي احنا لفيتو. فيتو الحقيقة من الصحف اللي أشارت إنها بتقول من ثورة إلى ثورة ومن رئيس إلى رئيس، هي بتوصل في النهاية وعايزة تصف فيتو الحقيقة إنه هذه الثورة هي الثورة الضاحكة. خلونا أخيرا نذهب إلى أحد الدراسات التي يعني كانت مؤخرا في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية التي أشارت بوضوح أن السخرية أحيانا بتفسد معظم القضايا وتهدد أيضا الأمن القومي. علشان نفهم إيه الموضوع بدقة ونعرف نجاوب على سؤال هل انتهى عصر الضحك البريء، يعني خلونا النهاردة يعني الأول نتعرف على ضيفنا الكريم الدكتور شاكر عبد الحميد. أحد الأكاديميين البارزين في مجال علم النفس الإبداعي الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق. حصل الدكتور شاكر عبد الحميد على ليسانس أداب علم النفس من جامعة القاهرة عام 1974، ثم حصل على الماجستير في علم نفس الإبداع عام 1980 والدكتوراه عن نفس الموضوع عام 1984. عمل عبد الحميد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في ديسمبر عام 2011، وأستاذ لعلم نفس الإبداع أكاديمية الفنون المصرية، كما شغل سابقاً منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر، وله أكثر من 40 كتاباً بين التأليف والترجمة، من أبرزها الفكاهة والضحك، عصر الصورة، الفكاهة وآليات النقد الاجتماعي وآليات الإبداع ومعوقاته في العلوم الاجتماعية. نال الدكتور شاكر عبد الحميد العديد من الجوائز الهامة، منها جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2003 وجائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون عام 2012 عن كتاب الفن والغرابة. إذن نحن على موعد مع حوار خاص جدا عن الفكاهة والسياسة، عن الضحك وعن الأمن القومي، مع رجل الحقيقة منح الكثير من وقته وأنفق الكثير من علمه في دراسة إبداع كل ذلك. بعد الفاصل مع الدكتور شاكر عبد الحميد الحوار مستمر.